السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم، عواشركم مبروكه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، شهيوه جديده خاصه بعيد الاضحى. اليوم ان شاء الله نقدم لكم الطاجين المقفول المراكشي المعروف، او ما يسمى بطاجين قمامه. الطاجين هذا رائع، طريقه الطهي ديالو مميزه، كيطيب على نارين، كيطيب من الفوق والتحت. ان شاء الله تابعوا طريقه الاعداد وطريقه الطهي ان شاء الله في الفيديو. لهذا الطاجين هذا كنحتاجوا اللحم، انا عندي اللحم ديال الماعز، كنحتاجوا بصله دوائر، كنحتاج مطيشه دوائر، كنحتاج بصله مشلضه على هذا الشكل، عندي السمن، عندي الثوم، زعفران شعره، التوابل عندي شويه ديال الخرقوم، سكينجبير، شويه ديال الابزار، عندي قزبر يابس، وعواد ديال القرفانه ما كثرتش التوابل، عندي قرفه مدقوقه، وملح والزيت بالطبع. ان شاء الله نبدا في اضافه التوابل. كناخذ عواد ديال القرفه كنديرهم تحت ديال الطاجين، نضيف التوابل، ملح. هاد الطاجين رائع رائع، كيجي في واحد اللذة وقوام. ندير الثوم، مكتروش الثوم، تقريبا انا عندي هنا فص كبير. ناخذ السمن، طيب التقليدي كيبغي السمن وزعفران الحر، بصله مشلضه، عندي زيت، ندير زيت المائدة، نضيف القليل من زعفران الحر، ندي الطاجين ديالي ان شاء الله فوق المجمر، نخليه حتى يتشحر مزيان ان شاء الله ورجع معكم. بعد ما تقلى الطاجين ديالي دابا غادي نضيف البصله، نضيف مطيشه، نضيف سنيدة بهذا الشكل هذا، نضيف القرفة، غنسد عليه ونخليه يطيب على المهل حتى يوجد معنا ان شاء الله، ورجع للمرحله المواليه الطياب بين النارين ان شاء الله. غنوريكم الطريقه كيفاش كيتحمر من الفوق. البنات فاش كتوصل هذه المرحله من الطهي عندنا جوج اختيارات، يا اما كندخلوه الفران نشعلو عليه من الفوق حتى كيتحمر لينا البصله والمطيشه، او كناخذو شي طاوه على هذا الشكل هذا وتنغطيوها على هذا الشكل، وكنجيبو الفاخر يكون ديجا شاعل ودير مزيان، وكنحطوه من الفوق
هي بين نارين، كتكون النار من التحت والنار من الفوق، كنخليو عليها هذا الشكل هذا حتى كيتحمر. انا ان شاء الله غادي نجيب الفخر انا شعلته من قبل ونحطو رجع معكم. كنديروا الفخر على هذا الشكل هذا فوق الطاوله اللي درنا، اولا كندخلوه الفران. ومع عندكم جوج اختيارات، انا كنفضل هذا مشعله مشعله الفاخر، من الاحسن نكمل الطهي على الفاخر على هذا الشكل هذا حتى كيتحمر لنا الفوق وكيجي مقاد الطياب ديالو هو هذاك، حتى كتدخل البصله ومطيشه يدخل مطيب مزيان. عاد باش ديروا هذه المرحله ما نديروهمش البصله ومطيشه باقي خضرين باش ما يتحمرش من الفوق ويبقاو خضرين من الداخل ان شاء الله. حتى نرجع معكم بعد ما طاب معنا الطاجين ديالنا، نحيد الطاوه يجي الطاجين ديالنا على هذا الشكل هذا ان شاء الله. نلتقي معكم في الشكل النهائي. هذا هو الطاجين ديالنا بعد ما طاب، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي رائع لذيذ لذيذ بزاف. ما نقولش لكم واحد الريحه رائعه كنقدموا. انا قدمته مع سلطه على هذا الشكل هذا، سلطه بالفكوس والزيتون كحل الطوماط سوغيز والخس والبصل، ورافقتها بصلصه الفينيغريت. وطلعت مع الخبز المغربي اللي لا غنى عنه المائده المغربيه، الخبز الدقيق الكامل وفينو كيجي ممتاز رائع. نتمنى ان شاء الله هاد الطاجين هذا تجربوه بالصحه والعافيه، والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله.